السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقه جديده من سلسله ملح وحلو. في هذه الحلقه هذه غادي نصوب لكم دي صابلي بريستيج من عجينه وحده. درتها بجوج ديال الشكيلات، هما بحال الفرق غير في التزيين. السر ديال هاد الوصفه ماشي شي سر كبير، ان هذا الكاطو ديال الكونفيتور كلشي كيعرفو، غير الاضافه اللي غادي نضيف بالنسبه لهذا الكونفيتور. هذا طلبوه مني الناس، كيجي بحال المحلات ديال لي صابلي اللي كيتباعوا في لي باتيسري، كيكون بحال هكا ناشف دغيا، كينشف كيلصق مزيان وكيكون عاطي هاد البريون هذا وهاد اللون. هادشي هذا هو الجديد في هاد الحلقه هذه، تابعوا معايا مراحل التحضير. بالنسبه للمقادير كنحتاج 130 غرام ديال الزبده ديال البار، اولا كنستعمل المارغرين ديال الطاسه، من الاحسن ما نستعملش داك المارغرين ديال اللي كتباع في الكاريط. 100 غرام ديال السكر سميده، سكر ابيض حبيبات، جوج ديال البيضات، خماره وحده، فانيا وحده. الفاني هو السكر منسم بالفاني، والخماره هي خماره الحلويات، شويه ديال الملحه، 250 غرام ديال الدقيق الابيض. غادي ناخذ الزبده نديرها في العجينه، اولا نعجن غير بيديه بحال بحال، ندير السكر سنيده ونخلط مزيان. ثم غادي نضيف الملحه والبيض، نزول هاد العجينه اللي في الجناب، نحطها ونعاود نخدم كلشي. نضيف الخماره والفاني والدقيق ديال الفرص، ومجرد ان العجينه كتجمع كنضفي العجان. صافي، كتلاحظوا بانها رطبه بزاف. هذا هو الصابلي اللي كيجي مزيان، هو العجينه ديالو اللي كتكون رطبه. كندخلوها للثلاجه كتشد راسها شويه كتجمع وعاد كنخدموها. الصابلي الا قصحناه بالطحين بزاف ما كيجيش مزيان. كندير هاد العجينه في بلاستيكه وكندخلها للثلاجه نص ساعه اولا اكثر، يمكننا حتى نوجدوها في الليل ولا غدا عاد نصوبوها، ماشي مشكل. وعاد كنخرجها. بعد ما كتبرد العجينه كناخذها كنحطها باكي سلفاريزي وندير عليها باكي سلفاريزي في الداخل. هذه احسن طريقه باش نصوبو الصابلي وباش يجينا مقرمل وما يشربناش الطحين. كنطلقوه بالتلاج وكنرققوه، كنرققوه الجهد اللي بغينا، واحسن حاجه يكون واحد جوج مليمتر باش ما يجيناش غلط بزاف، لان الصابلي اللي تيكون وحده على وحده الا كان غليظ كيجي عالي. صافي، ملي كنتاكد من السمك اللي بغيت كنخليه بحال هكا مغطي، نديرو في الطبسيل وكندخلو للكونجيلاتور حتى كيقرب يجمد. ملي كنخرج هاد الصابلي من الكونجيلاتور يكون عندي شاد راسو، كنبقى كنطبعو. كنهزو غير بشويه بحال هكا، وهاد العمليه هادي كتكون بالزربه، كنهز وكنحط. الصابلي هو هذا من بعد ما خرج من الفران. بالنسبه للطياب ديالو كنشعلو غير من التحت الفرن ديال الغاز، كنخليوه حتى كيطيب من التحت، عاوتاني كنطيبوه من الوجه. اللي عنده الفرن ديال الضو كيشعل من الفوق والتحت وكيبقى مع المراقبه، كياخذ في الوقت ديال الطياب ديالو واحد 10 حتى 12 دقيقه، وتيخصنا نحمروه ما خصناش نخرجوه
ابيض. بالنسبه للتزيين ديال الصافي غادي نحتاج شويه ديال اللوز كونكاسي ومحمر وشويه ديال الفويتين، يمكننا نستعملو حتى كاوكاو مهرمش ولا البيستاش ولا اي حاجه عندنا. وكناخذ كل حبه بحال هكا كنحط عليها اللي بحالها وهي فيها ثقب من الفوق هكا كنزينو الصابلي. وكنحتاج النباج، هاد النباج هذا بزاف الناس طلبوا مني انني نصوبه في الدار، كيتصوب غير بالماء والسكر والجيلاتين. ان شاء الله في حلقه قادمه غادي نصوبه باش اللي بغى يصوبه في الدار يعرف. غادي ناخذ هاد الحبه، هذا تزيين مبدئي لان فيه جوج ديال المراحل. غادي ناخذ هاد الحبه هادي وغادي ندهنها بشويه ديال النباج بحال هكا ونديرها في اللوز ونحطها. وناخذ هادي مثلا ندهنها حتى هي بالنباج ونديرها في الفويتين ونحطها بحال هكذا. وغادي نبقى مستمره حتى نكمل. بالنسبه لهادو ما تنديرولهم حتى حاجه، كنصوبو غير هادو اللي فيهم هاد الثقب من الفوق اللي تيكونوا من الفوق. بالنسبه للكونفيتور اللي كنديروه في وسط لي صابلي كنحتاج 200 غرام ديال الكونفيتور ديال المشمش، يكون بحال هكا شويه ما فيهش الطرف ديال المشمش، ناخذوه غير جاري شي شويه. غادي نزيد عليه 125 غرام ديال السكر سنيده، سكر ابيض حبيبات، نزيدو عليه ونديرو كيغلي. وغادي نزيد عليه حتى معلقه كبيره ديال الجلوكوز، هذا هو الجلوكوز غني على التعريف. وفي الاخر ملي غنطفي البوطه غادي نزيد عليها الروح ديال الفخيز، كيتباع بحال هكا بالعبر، هو قراعي كبار ولكن كي ملي كنبغيو نشريو كنشريو غير واحد لا كونتيتي صغيره، هذه كدير واحد 5 دراهم. غادي ندير دابا المعلقه ديال الجلوكوز وغادي نشعل على هادشي كامل حتى يغلي واحد 4 ديال الدقائق. صافي كنشعلو عليه كنحركوه حتى كيذوب داك السكر وكنخليوه كيغلي حتى كنحسو بداك السكر تعسل فيه، ما تيبقاش باين نهائيا، واحد 4 ديال الدقائق تقريبا. صافي دابا راني طفيت عليه كيولي بحال هكا. صافي وكنزيد عليه واحد نص معلقه صغيره ديال هاد لاهوم ديال الفخيز، اولا كتعطي اللون، ثانيا كتعطي حتى المذاق. كناخذ لي صابلي بحال هكا وكندير فيهم شويه في الوسط وكنحط عليهم الفوقاني ديالهم كيجي بحال هكا وكنبقى مستمره كنصاوب. وبالتالي كتكون هذه هي النتيجه النهائيه. كنتمنى هاد الوصفه هذه تكون نالت الاعجاب ديالكم، نتمنى انني نكون فدتكم فيما يخص هاد الكونفيتور هذا، لان في حقه بزاف ديال الناس طلبوه مني ما كيعرفوش كيفاش يديروا كونفيتور. الى عجبتكم حلقه اليوم ديروا جيم لا فيديو، تشاركوا معايا في لاشين ديالي ملحلو على يوتيوب، في لاباج فيسبوك ملحلو، وبصح.